هلا الحين في الحرب يعني فيش حليب، الحليب غالي، فطمت مع الحليب لمدة 5 شهور وفيش عندهم، صار عندهم نقص فقر في الدعم والفقر نقص الكالسيوم فيتامين د نقص عليهم، وفيش لهم غذاء لا بيض ولا حليب. انحدار في صحة الأمهات، عدم قدرة الأمهات المرضعات على إكمال فترة الرضاعة، لجوء الكثير منهم إلى الحليب الصناعي، وانعكس سلبا على صحة الأطفال كذلك، خصوصا أنه الأغذية التي يتناولها الأطفال حاليا اليوم لا تحتوي على أي عناصر أو مكملات غذائية مهمة في تكوين صحة وبنية الجسد التي هي أهم فترة في تكوين البناء الجسدي للطفل، وهذا أثر على ضعف المناعة مما أدى إلى انتشار الأوبئة التي نلاحظها اليوم من التهاب الكبد الوبائي ألف، النزلات المعوية.